طيب في تجربة سياحية كده فريدة بتنتظر زوار مدينة الإسكندرية من المصريين أو حتى الأجانب، ده من خلال العرض الاستثنائي في قلعة قايتباي مع انطلاق عروض الصوت والضوء اللي بيمكن الزوار من استكشاف تاريخ المدينة وحضارتها العريقة بطريقة مميزة. فبيتم استخدام أحدث التقنيات للصوت والضوء لإبراز، خليني أقول، تاريخ القلعة وجمالها المعماري. ده حقيقي. حديث أكتر عن التجربة الرائعة المتميزة، معانا على الهاتف دكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية في وزارة الآثار. تفاصيل أكتر طبعا عن الفعالية دي هنتكلم عليها. يا دكتور جمال يا صباح الخيرات، عايزين نعرف بقى بالتفاصيل اختيار مثلا قلعة قايتباي تحديدا لإطلاق العرض المميز ده. صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين والمستمعين. الحقيقة المشروع اللي تم افتتاحه لصوت والضوء داخل قلعة قايتباي هو مشروع الحقيقة ضمن الخطة الخاصة بوزارة السياحة والآثار اللي بتستخدم أو بتعيد استغلال الأماكن الأثرية بأنشطة تتناسب معها. وإحنا في قلعة قايتباي طبعا هي رمز من رموز محافظة الإسكندرية، والعنصر الأثري اللي باقي من القرن التاسع الميلادي، وطبعا ده كان المكان المناسب اللي احنا نطلق فيه الصوت والضوء نظرا لقيمته التاريخية ونظرا لمعرفة كل الوافدين للإسكندرية أو سكان الإسكندرية بها كمنطقة تراثية وأثرية. فأختير الصوت والضوء يمثل تاريخ مدينة الإسكندرية بالكامل منذ نشأتها حتى العصر الحديث، وده كان ضمن الخطة اللي بتهدف إلى أن تنشيط أعمال التراث والسياحة والتعاون مع الوزارات المختلفة في استغلال المباني ذات القيمة التاريخية والأثرية. فكان في تعاون مع وزارة قطاع الأعمال من خلال مشروع صوت والضوء، وهم نفذوه على نفقتهم، وطبعا ده جزء من الأنشطة اللي هتقدم في قلعة قايتباي لأنها بتستخدم أو بتبدأ نشاطها مساء، أما الصباح سيكون مخصص للزيارة العادية. وفي مجموعة من الأنشطة كمان الوزارة شغالة فيها، سواء كانت من خلال المركز الغوص اللي هيكون للكشف عن مدينة الإسكندرية تحت المية، وده احنا جاري العمل فيه وإن شاء الله قريبا جدا هيتم افتتاحه، بالإضافة لبعض الأنشطة الصباحية اللي بيقوم بها وزارة السياحة والآثار لجذب كل السائحين اللي بيوصلوا للإسكندرية، أولا لزيارة المكان الأثري، ثانيا لأخذ قيمة تاريخية سواء كان للأطفال أو للشباب عن تاريخهم بالكامل بشكل حديث ومن خلال مؤثرات بتؤدي الوظيفة اللي احنا بنهدف ليها، وكمان السائح اللي بيكون سواء محلي أو أجنبي يزور الإسكندرية. طيب إزاي تم اختيار، خليني أقول، السرد التاريخي اللي بيقدمه العرض، ومين هم النجوم أو المشاركين في هذا السرد، ولو كمان تحكي لنا عن المعايير اللي يعني اعتمدتوا عليها في اختيار أحداث والشخصيات؟ الحقيقة الصوت والضوء كإدارة هي تبع لوزارة قطاع الأعمال، هي اللي قامت بالدور الكامل كتكنيكال، أما الجزء التاريخي والتراثي هو كان مجموعة من المتخصصين عرضت على اللجان المختلفة في المجلس الأعلى للآثار وتم الانتهاء للشكل النهائي اللي تم تداوله. طبعا اختيار السادة الفنانين أو اللي ألقوا البيانات الخاصة بالأنشطة الخاصة بالفترات الزمنية كلها المتتابعة، طبعا كان في مجموعة برضو من المتخصصين اللي اختاروا ان الاصوات دي هي اللي تتناسب مع ما سيتم سرده من عناصر تاريخية عشان يبقى الصورة والصوت متناغمين، كمان الصورة والصوت متناغمين داخل موقع اثري. فاللي بيخش للصوت والضوء اولا من اول دخوله لحد ما بيقعد على الكرسي اللي هيستقبل فيه العرض هو موجود داخل حدود قلعة قايتباي، فهو اولا بيؤهل نفسيا انه داخل تاريخ من خلال الاضاءه الموجوده وداخل في اعماق التاريخ المصري وخاصه اعماق مدينه الاسكندريه، ومنها يبدا يتلقى الصوت والاضاءه
والتأثيرات الفيلمية المقدمة، فده كان كله مدروس تقنيا من إدارة الصوت والضوء وبالتنسيق التام مع المجلس الأعلى للآثار بما لا يؤثر على طبيعة المكان الأثري. وطبعا في النهاية احنا كنا في الافتتاح بنشوف ملحمة جديدة بتضاف للإسكندرية كان لها تأثير كبير جدا على كل اللي شاهدوه وسمعوه، وإن شاء الله حضراتكم مدعوين لأنكم تزورونا وتشوفوا ده على الطبيعة. نتشرف يا دكتور. سؤالين بقى في السياق ده. رقم واحد، حضرتك ذكرت أن ده يعني أول الغيث، يعني زي ما بنقول أن احنا نستعرض تاريخ مدينة الأسكندرية، المدينة العريقة الجميلة جدا الساحرة مدينة الأسكندرية، باختيار قلعة قايتباي لهذا الأمر. هل في خطة أخرى أن احنا نستغل ونستفيد من الأماكن الأثرية الأخرى لعرض هكذا يعني عروض؟ علشان رقم واحد زي ما حضرتك تفضلت ان احنا نروج للسياحة لمدينة الاسكندرية وكمان نستعرض تاريخها، ده رقم واحد. رقم اتنين، هل في العروض دي برضو حضرتك ذكرت ان ده التارجت اودينس، الجمهور المستهدف مش بس المصريين كمان الاجانب، هل في بيتم العرض ده بلغات اخرى غير اللغة العربية؟ الحقيقه بالنسبه للعرض سواء كان لغات اجنبيه او عربيه ده طبعا في مخطط المشروع، ولكن احنا في البدايات، ففي البدايات طبعا لازم يكون في تحسس للاراء ولو في اضافات ممكن تضاف الى ان نصل الى الشكل النهائي للعرض اللي يليق بالمكان، ومن هنا هنبدا ندخل في الترجمه واللغات. اما فيما يخص خطه وزاره السياحه والاثار فيما يخص الاماكن والافكار اللي هتقدم فيها مثل هذه الانشطه، الحقيقه احنا شغالين على خطه، ودي خطه طويله الاجل طبعا بتوجيهات معالي وزير السياحه والاثار والامين العام للمجلس الاعلى للاثار. احنا شغالين حاليا في رشيد، شغالين في سيوة، شغالين في اثنا، وان شاء الله يكون في الفترات اللي جايه كم كبير من الأنشطة اللي هيبدأ افتتاحها للجمهور، لكن احنا دايما ما بنحبش نتكلم عن تفاصيل إلا لما بتنتهي، وما بدناش نتكلم عن الصوت والضوء إلا بعد ما فتحناها. فاحنا قريبا جدا هيبقى في تواجد للسياحة والآثار في كل محافظات الجمهورية سواء في شمالها أو في القاهرة أو في الجنوب بمشروعات متتالية، لكن المشروعات الضخمة اللي زي الصوت والضوء بتحتاج إلى مساحة كبيرة لان ضروره وجود كميات كبيره من اللي بيشاهدوا العروض، فده بيحتاج مساحه كبيره في الاثر. اما انشطه اخرى مماثله فبتكون في الاثار الصغيره، واحنا حاليا وفقا للخطه اللي شغالين بيها ان شاء الله قريبا جدا هيبقى في تواجد في كل المحافظات. يعني مهمه قوي طبعا هذه العروض اللي بيبقى فيها سرد تاريخي كده للأحداث التاريخية وتعليم حتى لينا إحنا كمصريين حابين إن إحنا نشوف عروض زي دي ونتعلم منها ونعرف أكتر عن تاريخ أجدادنا عامل إزاي. عايزة أعرف من حضرتك حاجة تانية كمان، هل الإقبال في بداية هذا العرض كان عامل إزاي؟ هل كان في إقبال كبير؟ هل لسه محتاجين خليني أقول نسوق أكتر لهذا العرض عشان يبقى في إقبال أكبر؟ حابة أعرف من حضرتك. الحقيقة الإقبال طبعا كبير جدا، وإحنا كان مفروض الافتتاح كان في فترة سابقة ولكن تأجل، وإحنا من ساعة ما أعلننا عن الافتتاح وإحنا بيجينا طلبات من كل الجهات في محافظة الإسكندرية أو المحافظات القريبة منها هتفتحوا امتى؟ فطبعا ده بالنسبة لنا كان هدف رئيسي ان احنا نستعجل في الافتتاح، وان شاء الله قريبا جدا هيكون الاعداد الفعلية ظهرت، لان احنا لسه كنا يعني انا عايز اقول لحضرتك ان احنا دلوقتي الوقت ده وقت اسكندرية، يعني ناس كثيرة جدا بتروح اسكندرية في الوقت ده، فتلاقي يعني زوار من محافظات مختلفة اكيد يعني بتحب تحضر العرض ده اكيد، واحنا عاملين حسابنا لده والاعداد والمساحات اللي تسمح بعدد زوار كبيره وتتسع لاعداد كبيره، الساحه كبيره جدا بتاعت قلعه قايتباي وعشان كده احنا اخترناها. الطرق الوصول للقايتباي سهله جدا، في باركينج كبير جدا من بعد الساعه 5 بيكون مخصص لكل العربيات، الدخول في منتهى السهوله، الاسعار في متناول الجميع وهيعلن عنها قريبا.
انما بالنسبه لنا احنا كوزاره السياحه والاثار بالتنسيق مع وزاره قطاع الاعمال ومع محافظه الاسكندريه العمل من فترات طويله. الوقت الحالي هو مرحله جني الثمار لكل الاطراف، وان شاء الله بتعاون كل الوزارات والمحافظات هيكون في عمل جماعي يليق بمصر، سواء كان في قيمتها التراثيه او الاثريه او في المعلومات اللي بتقدم لكل من يشاهد هذه العروض. عظيم جدا، انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الاثار الاسلاميه بوزاره الاثار، يعني جهد مشكور لكم جميعا.